السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. معكم مصطفى داوود. إن شاء الله راح نكمل اليوم في شرح البيريو دونتال ليجامنت. راح نخلص من البيريو دونتال ليجامنت وراح نفوت بالألفيولار بون إن شاء الله. قبل ما نبدأ بالنيرف سبلاي حابب أحكي لكم شوية ملاحظات. على أول إشي بتتذكروا الإميون سيلز اللي هم الماكروفيجز أند ماست سيلز. حكينا الماكروفيجز بتشكل 4% of the cell population، جيات الأصل تبعهم الأوريجين من المونوسايتس، وظيفتهم فاجوسايتوسيس اتاكينج اورجانيزم، برودكشن اوف انترفيرون زي البروستاجلاندين، بالاضافه الى برودكشن اوف جروث فاكتورز. الماست سيلز حكينا بانهم لارج نمبر، هاف ا لارج نمبر اوف جرانولز، هي عباره عن خليه بتكون شكلها منقطه كلها نقط. السيل دي جرانوليتس وين ستيمولييتد، بصير في دي جرانوليشن، يعني السيل زي كانها انفجرت وبتطلع كل الجرانولز برا. They produce histamine, heparin and anaphylactic factors. تمام؟ طيب لازم تعرف انه الماست سيلز are good under moderate stimulation, dangerous under extreme stimulation because they will become prophylactic factors causing vasodilation and bronchoconstriction, causing vasodilation and bronchoconstriction. So mast cells إلها دخل بالانافيلاكتيك فاكتورز. انافيلاكتيك فاكتورز يعني إلها دخل ممكن تعمل لي انافيلاكتيك شوك إذا كان في عندي extreme cases. So it is in moderate cases it is good mast cells. بينما in extreme cases it is dangerous. Why? Because it secretes histamine, heparin and anaphylactic factors or prophylactic factors which causes vasodilation and bronchoconstriction. Which causes vasodilation and bronchoconstriction. Vasodilation معناها توسع الأوردة، وbronchoconstriction معناها تضيق البرونكيولز اللي موجودات في الرئة، وبالتالي اختناق. تمام؟ برونكو اذا برونكو كونستريكشن اند فازو دايليشن، بروفيلاكتيك فاكتورز كوزنج فازو دايليشن اند برونكو كونستريكشن. تمام تمام. طيب بدنا كمان نحكي لكم عن ملاحظه كثير صغيره. عن تذكروا الجراوند سبستانس من ايش بتتكون؟ حكينا الجراوند سبستانس بتتكون من هيالورونيت جلايكوزامينو جلايكانز، حكينا انها بتتكون من البروتيو جلايكانز، وحكينا انها بتتكون من جلايكوبروتينز. تمام؟ قصدنا بالجراوند سبستانس بانه هي كل الكونتنتس الموجوده جوا البيريودونتال ليجمنت. تمام؟ ما عدا الخلايا والفايبرز، يعني هي اي شيء غير الخلايا والفايبرز. تمام؟ The more the cytoplasmic process, the more the active the cell and also low nuclear to cytoplasmic ratio increases cell activity, also prominent nuclei and protein synthesizing organism. شو اللي حكيته هسه انا؟ لما جينا على الخلايا زي الفايبروبلاست سيلز مثلا، حكينا بانه في عندها بروسيسز، صح؟ في عندها بروسيس طويل has a many cytoplasmic processes. تمام؟ بحكي لك the more the cytoplasmic processes، يعني الفايبروبلاست فيها cytoplasmic processes اكثر من مين؟ من السيمنتوبلاست واكثر من الاوستيوبلاست. طيب معناها الفايبروبلاست ما انها اكثر عندها cytoplasmic processes اكثر، the more the active the cell، راح تكون السيل تبعتها active اكثر منهم. تمام؟ وبحكي لك كمان low nuclear to cytoplasmic ratio، زي هون low nuclear to cytoplasmic ratio means increasing in the cell activity. So دلائل على زيادة في cell activity إنه يكون في عندي cytoplasmic processes كتيرة. دلائل على cell activity هو low nuclear cytoplasmic ratio، وبالإضافة دلائل على cell activity اللي هو the prominent nuclei والبروتين synthesizing organelles. هذا سؤال دائما بيجي يعني دكتور فراس، دائما دائما، مش مره او مرتين، لا دائما بيجي، اللي هو دلائل على على انه السيل اكتف، بانه عندها ماني سيتوبلازميك بروسيسز، او اعطيني دلائل انه فايبروبلاست از اكتف سيل، بانه عندها ماني سيتوبلازميك بروسيسز، هاز ا لو نيوكليير سيتوبلازميك ريشيو، هاز ا برومننت نيوكليولاي، اند هاز ا بروتين سيتيسايزنج اورجانيز. تمام؟ تمام. سو الدلائل على انه السيل اكتف هو انها هاز ا ماني سيتوبلازميك بروسيسز، low nuclear cytoplasmic ratio, prominent nuclei, and the protein synthesizing organelles. تمام؟ تمام. طيب خلينا نبلش بالنيرف سبلاي. النيرف سبلاي نحكي بانه sensory nerve fibers which are existing in the ligament, in the periodontal ligament بقصد، including nociception and mechanoreception.
ميكانوريسبشن اذا نوسيسبشن اند ميكانوريسبشن. تمام، شو يعني نوسيسبشن؟ نوسيسبشن ات از ابين ريسبتورز. دائما هاي حفظ خطوهم طبعا بالفيسيولوجي اثنين بس يمكن في بعضكم ناسيها. نوسيسبشن معناها بين ريسبتورز، اذا سنسوري نيرف فايبرز ار نوسيسبشن اند ميكانوريسبشن. اذا النيرف سبلاي تبع البيريودونتال ليجمنت اللي هو نوسيسبشن اند ميكانوريسبشن، نوسيسبشن ميكانوريسبشن، نوسيسبشن ميكانوريسبشن. حفظ نوسيسبشن شو هم؟ شو يعني نوسيسبشن؟ يعني بين ريسبتورز. ميكانوريسبشن شو يعني ميكانوريسبشن؟ يعني ميكانيكال ريسبتورز، which الميكانوريسبشن هم اللي بيحكوا لي انه متى انا حسيت بانه صار في عندي مثلا ضغطت على حجر، اكلت حجر بالغلط، ضغطت عليه وانا عم باكل، فجأة حسيت بانه صار في بريشر على السن. هذا البريشر هي هاي الميكانوريسبشن which are mechanical receptors، هم اللي بيحددوا لي التاتش والبريشر وين عم بيصير. تمام، طيب بحكي لك رقم 2 autonomic nerve fibers blood vessels. autonomic nerve fibers so انا في عندي sensory nerve fibers، في عندي autonomic nerve fibers. sensory nerve fibers حكينا nociception mechanoreception. طب autonomic nerve fibers مين هم؟ موجودات وين؟ على blood vessels. autonomic nerve fibers موجودين على blood vessels. تمام، nerve fibers enter via the apical region of the ligament while others enter through the alveolar wall. كيف النيرف فايبرز بتدخل يعني كيف النيرف فايبرز موجودة جوا الليجمنت؟ كيف النيرف فايبرز من خلال الابيكال ريجون، من جهة الابيكال، من الابيكس اوف ذا روت، بتكون ايش؟ من جهة الابيكال، مش من الابيكس تبع الروت، لا مش من الابيكال كونستريكشن، مش جايات من البلب هم، لا جايات من تحت. تمام، بس من جهة الابيكال هم دخلوا. so nerve fibers منطقة الانترنج عندهم هي الابيكال ريجون اوف ذا ليجمنت، while others في عندنا nerve fibers ثانيات بيدخلوا من وين؟ بيدخلوا enter through the alveolar wall، بيكونوا دخلات من خلال اللي هو الالفيولار بون، اللي هو نفس الالفيولار وول، بيكون جايات من البون يعني. تمام؟ تمام. طيب بحكي لك there are two types of nerve fibers. نعرفهم فيزيولوجي اثنين درسناهم اللي هم myelinated and non-myelinated. myelinated 5 micrometer in diameter which are sensory and non-myelinated 0.5 micrometer in diameter which are sensory and autonomic. so myelinated diamond sensory بينما non-myelinated diamond sensory and autonomic. sensory and autonomic. تمام، myelinated يعني sensory، non-myelinated sensory and autonomic. myelinated is 5 micrometer in diameter بينما non-myelinated أصغر. ليش المايلينيتد اكبر؟ لانه حواليها مايلين، فالنير فايبرز حواليها مايلين فصار اكبر الدايمتر، بينما النان مايلينيتد ما فيش مايلين، النير فايبر اصغر فاصغر الدايمتر، هاف نص مايكرومتر. طيب سبيشال فيتشرز لا سبيشال فيتشرز اوف ذا بيريودونتال ليجمنت. في البيريودونتال ليجمنت في شيء بيميزها، في امور معينه بتميزها عن غيرها. شو هم هذول الامور المعينه؟ اولهم اللي هو برينسيبل فايبرز هاف ا سبيسيفيك اورينتيشن. البرينسيبل فايبرز عندهم سبيسيفيك اورينتيشن. مظبوط مظبوط. مين اللي كان عندها فاريشن ان ذا دايركشن؟ الاوكسيتالين. بينما البرينسيبل فايبرز كان في عندها سبيسيفيك اورينتيشن، وقسمناهم لخمسه اللي هم انتر راديكولار، البيولار كريست، هوريزونتال، اوبليك، كمان حكينا ابيكال فايبرز، قسمناهم لخمسه. سو البرينسيبل فايبرز عندهم سبيسيفيك اورينتيشن. تمام، types and variations of collagen. في انواع كثيره من الكولاجين، حكينا تايب 1 هو النوع الرئيسي موجود ب 80%، حكينا بانه 15% is type 3، حكينا انه تايب 4 وتايب 7 موجودات جوا البيسمنت ميمبرين تبعون الابيثيليال سيلز الريست اوف ماليسز عند البلاد فيسلز، حكينا بانه تايب 5 and 6 موجودات و6 بيساهم لي بالبروليفريشن تبع الفايبروبلاست، حكينا بانه تايب 12 is an unfibrous and may be aid in the periodontal ligament architecture regulation. طيب presence of oxytalin. oxytalin which are pre-elastin، حكينا pre-elastin fibers موجودة، هاي special feature بس بالperiodontal ligament تلاقي الأوكسيتالين. has a fast turnover rate، وحكينا ليش الفاست turnover rate لما حكينا بأنه ال turnover معناها regeneration، والسن عشان يضل ثابت بمكانه بعد ما يموت الكولاجين، بعد ما يموت الخلايا نتيجة للبريشر اللي بضل يصير، لازم يصير في عندي تيرن اوفر كثير سريع عشان يجدد
الفايبرز اللي ماسك السن بالالفيولر بالالفيولر بون اللي ماسك السن بالعظم. طيب هايلي سيلولار اند ريتش ان جراوند سبستانس، مليانه خلايا، حكينا فيها تقريبا ست انواع من الخلايا اللي هم ابيثيليال سيلز ريست اوف مالسيس، حكينا في عندنا سيمنتوكلاست، في عندي اوستيوكلاست، في عندي فايبروبلاست، في عندي سيمنتوبلاست، في عندي اوستيوبلاست، خمس انواع. سو ات از ريتش هايلي سيلولار اند ريتش ان جراوند سبستانس، ليش؟ حكينا في ثلاث انواع منهم، جلايكوز جلايكوبروتينز بروتيوغلايكانز وهيالورينيت جلايكوز امينو جلايكانز. البروتيوغلايكانز كان البي جي 1 اللي بيتكون من هايبريدز من الكوندروتين سلفيت والديرماتين سلفيت، والثاني كان بروتيو ديرماتين سلفيت، هذول البروتيوغلايكانز. بينما الجلايكوبروتينز كان ناسي صراحه نشوف الجلايكوبروتين بس هو موجود. هاي الجلايكوبروتينز كان فايبرونكتين وتناسين، فايبرونكتين اند تناسين. تمام. طيب كمان سبيشال فيتشر سو اتش ريتش ان جراوند سبستانس، ليش؟ لانه عندها، اتذكر انه عندها ثلاث انواع، والبروتيوغلايكان في منهم نوعين، والجلايكوبروتينز في منهم كمان نوعين، فهو كثير في مليانه جراوند سبستانس. والبروتيوغلايكان بي جي 1 از سبيسيفيك تو ذس لوكيشن، البي جي 1 البروتيوغلايكان اللي هو البي جي 1 is the specific بس للبيريودونتال ليجمنت، ما بتلاقيش hybrids of كوندروتين سلفيت and ديرماتين سلفيت واللي هو بنسميه بي جي 1 الا بالبيريودونتال ليجمنت. سو بيريودونتال ليجمنت بي جي 1 is specific to this location. كمان special features has a high hydrostatic pressure. كيف يعني high hydrostatic؟ hydrostatic معناها عملية توازن. سو لما انا اضل اكل 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 اسناني هو عم بيوازن السن في مكانه. So it has a high hydrostatic pressure. إشي طبيعي يعني normal, it's logic, makes sense. Unusual fibroblast features, cilia contacts. في fibroblast features خصائص للfibroblast مش طبيعية، يعني مش 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 بأي خلية fibroblast منشوفهم، زي إنه زي وجود cilia اللي حكينا 9 droplets، وزي وجود contacts اللي هم desmosomes اللي حكينا بإنها mechanical contact، والgap junction اللي حكينا بإنها chemical contact. ذكركم بشيء، الكيميكال كونتاكت بشو بيساهم؟ بيساهم بالكيمو تاكتيكال ستيمولاي اللي هي لوكالايزد موفمنت اوف فايبروبلاست، لوكالايزد موفمنت اوف كولاجين، لوكالايزد موفمنت اوف فايبروبلاست باي دي كولاجين هيك. يس دنتال تيشو فورميشن سيلز، موجود عندي دنتال تيشو فورميشن سيلز ويتش ار سيمنتو بلاست. تمام كمان في عندي rich vascular and nerve supply، هاي أول إشي حكيته لما بلشت أشرح periodontal ligament. كمان في عندنا fenestrated capillaries and there is fenestrated capillaries، capillaries مثقبة عشان توصل الأكل وإلخ إلخ إلخ. طيب fetal mesenchyme periodontal ligament in the fetal mesenchyme it has a high rate of turnover، ما عجبناش إشي جديد، حكينا هناك fast turnover، fast turnover same same تعني لي high rate of turnover. so fetal mesenchyme كمان عنده high rate of turnover. sharp unimodal size distribution of collagen fibrils has a sharp unimodal size، عنده حجمه is sharp and unimodal ومختلف unique distribution of collagen fibers، الكولاجين fibrils لهم sharp unimodal size، احفظهم وين؟ في fetal mesenchyme as a sharp unimodal size. high contact of collagen type 3، تمام بدك تعرف بانه بالfetal mesenchyme اكثر اشي موجود هو type 3 not type 1، بالعادي كان type 1 بس fetal mesenchyme is type 3. high volume of the ground substance، ما جبناش اشي جديد، حتى هون كان في rich in the ground substance so هون برضو high volume of ground substance. has a high content of glucuronate rich proteoglycans، glucuronate rich proteoglycans. تمام هذول حفظ يعني حاولت اشرح لكم بس اتذكروا انه هنا تايب 3 اكثر شيء. هاي سيم وهاي سيم بالعادي، هون نعرف انه شارب يوني موديل سايز الكولاجين فيبريلز، هنا انه جلوكورونيت موجود في الفيتال ميزينكايم. has a high content of fibronectin and tenasin. The presence of oxytalin pre-elastin زي العادي، high cellularity برضو زي العادي، similar biomechanical properties. قصده هون similar biomechanical properties بين ال fetal mesenchyme وال periodontal ligament العادي، same same ال biomechanical properties.
تمام. هسا نفوت بالالفيولار بون. بعرف طولنا بالفيديو دي انت اللي قلت كثير يعني، بس هو اطول اشي تقريبا راح يكون كمان الديفلوبمنتال، راح ناخذ محاضرات عن الديفلوبمنت اوف ذا فيتس وديفلوبمنت اوف ذا توث، هذول كمان راح يكونوا طوال شوي. بنروح على هذا الالفيولار بون. الالفيولار بون the part of the jaw that supports and protects the teeth. شو يعني the part of the jaw that supports and protects the teeth؟ هات خليني أقنعكم بالتعريف. التعريف بحكي لي the part of the jaw. طيب السنان وين موجودة؟ بالجو. جو يعني فك. تمام؟ الجو هذا هو عبارة عن عظم. So الالفيولار بون هو عبارة عن جزء من الفك تبعك. So it is the part of the jaw. أي القسم الأول من التعريف that supports and protects the teeth. كيف يعني supports and protect؟ أول شيء هو حواليه جاي. من جهة صح انه من جهة الروت بس جاي حواليه. So it protect. تفقين عليها جاي حواليه. Protect من وقعت على الأرض خبط أسنانك. Protect. It protect. Supports. حكينا البيريودونشيوم يعني سيمنتا. يعني جنجيفا. يعني البيولار بون ويعني بيريودونتال ليجمنت. مش البيريودونشيوم كلمة بيريودونشيوم تشمل هذول الأربعة؟ طيب حكينا كمان انه البيريودونشيوم معناها is the supporting tissues. Around the teeth. صح؟ صح. طيب كلمة supporting tissues واحد منهم، واحد من هدول supporting tissues تبعون التيث هو الالفيولار بون. تمام؟ تمام. إذا ما إنه هو supporting tissue، إذا it makes sense بإنه that supports and protects لأنه بحوطه supports it makes sense it support the teeth. تمام. chemical composition الالفيولار بون او البون بشكل عام بيتكون من 60% in organic compound and 25% organic compound component and 15% water by weight. 60% معادن، 25% organic و 15% is water by ايش؟ by weight مش by volume، by weight. طيب بيجي هون بحكي لك الorganic composition and inorganic composition. الinorganic composition is a calcium hydroxyapatite زيه زي غيره، زيه زي السمنتم، زيه زي الانامل. calcium hydroxyapatite تمام mainly carbonated hydroxyapatite in the form of needle like crystallites or thin plates. so it is a carbonated hydroxyapatite على شكل needle like crystallites او thin plates. حفظ ما في شيء يعني اشرح. collagen organic composition collagen mainly type 1 بشكل 90% of the extracellular matrix. There are also serum proteins, acidic glycoproteins, and small proteoglycans. تمام. إذن mainly type 1 forms 90% of the extracellular matrix. هذا أهم إشي. There are also serum proteins, في عنا acidic glycoproteins, في عنا small proteoglycans. Organic matrix. Alveolar bone, the chemical composition, the organic matrix. Over 90% of the organic matrix is made of collagen fibrils, mainly collagen type 1. هاي ذكر لي اياها كمان مره. collagen mainly type 1 forms 90%. ونفس الشيء 90% of the organic matrix is made of collagen fibrils which are type 1 collagen fibrils. proteoglycans حكينا there are serum proteins, acidic glycoproteins and the small proteoglycans. شو هم السمول proteoglycans اللي انا هون عم بحكي عنهم؟ هذول proteoglycans شو هم؟ هم ايش؟ proteoglycans such as chondroitin sulfate and heparin sulfate. The proteoglycans هم الكوندروتين والهيبرين سلفيت. glycose amino glycans mainly in the form of decorin and biglycan. decorin و biglycan هاي حفظ. ليش؟ لأنه بيسأل عنها الدكتور. كيف يعني بيسأل عنها؟ بيحكي لك بأنه هيبرين سلفيت glycose amino glycans in the alveolar bone mainly in the form of بجيب لك عدة خيارات. واحد منهم هم decorin and biglycan. so decorin and biglycan. إذا بتكون من بروتيوغليكانز اللي هم كوندروتين سلفيت اند هيبرين سلفيت جلايكوز امينو جلايكانز. هي كلمة واحدة هيبرين سلفيت جلايكوز امينو جلايكانز. الهيبرين سلفيت جلايكوز امينو جلايكانز من ايش بالضبط؟ ايش هم؟ هم الديكورين اند باي جلايكان. تمام تمام. طيب بروتيوغليكانز ما ريجوليت، شو وظيفة البروتيوغليكانز؟ ممكن يكون في لهم دور في الريجوليشن تبع الكولاجين فيبرال ديامترز اند ماي هاف ا رول ان مينراليزيشن. جلايكوبروتين such as osteonectin, osteobontin, thrombose, bondin, osteocalcin and fibronectin are also present. برضو هذول حفظ. The glycoproteins, osteonectin, osteobontin, thrombose, bondin, osteocalcin and fibronectin. سهلين. كيف نحفظهم؟ في عنا ثلاثة osteo، واحدة thrombo، واحدة fibro.
بانه عظم بون البيولر بون. اذا 100% في اوستيو، في ثلاثه اوستيو، هم اوستيو نيكتين، اوستيو بونتين، اوستيو كالسين. طيب بعد ما خلصنا الاوستيو نيكتين، حكينا في ثلاثه اوستيو، اوستيو نيكتين، اوستيو بونتين، اوستيو كالسين، في تنتين نيكتين، واحده منهم صرت اوريدي ذاكرها اللي هي الاوستيو نيكتين. طيب شو هي الثانيه؟ هي فايبرو نيكتين. تمام. وفي تنتين بونتين، شو هم؟ واحده منهم ذكرتها اللي هي الاوستيو بونتين، ثاني واحدة شو هي؟ ثرومبو بوندين. سو أنا عندي من الجلايكوبروتينز في عندي ثلاثة أوستيو، تنتين نيكتين، تنتين بوندين، ثلاثة أوستيو، أوستيو نيكتين، أوستيو بوندين، وإيش؟ أوستيو كالسين. التنتين نيكتين واحدة منهم ذكرتها لي الأوستيو نيكتين، الثانية هي فايبرو نيكتين. التنتين بوندين واحدة منهم ذكرتها لي الأوستيو بوندين، الثانية هي ثرومبوز بوندين. تمام. بروتوغليكانز ما ريجوليت كولاجين فايبرز. اذا بروتوغليكانز لهم دور في ريجوليشن للكولاجين فيبريل دايمترز، ولهم دور في المينراليزيشن. فانا كوندريتين سلفيت اند هيبرين سلفيت هاي حفظ بقدر اساعدكم فيها. اوستيونيكتين كان بايند تو كالسيوم اند ذس از ثوت تو بي انفولد ان مينراليزيشن. الاوستيونيكتين ايوه اول واحد ممكن يرتبط مع الكالسيوم which is calcium hydroxyapatite، so ممكن يرتبط مع الكالسيوم. And this is thought to be involved in mineralization. شو يعني mineralization؟ هي عملية تكون الكالسيوم هيدروكسيابتايت. So بما إنه هو بيرتبط مع الكالسيوم الأوستيو نيكتين، بما إنه بيرتبط مع الكالسيوم، معناتها 100% كل ما أذكر كلمة كالسيوم بدي أتذكر كالسيوم هيدروكسيابتايت، يعني inorganic composition، يعني mineral composition، يعني اللي دخل في mineralization. So أوستيو نيكتين can bind to calcium and thus is thought to be involved in mineralization. تمام. طيب هنا كمان بروتيوغليكانز هاز ا رول ان مينراليزيشن اند ريجوليت كولاجين فيبريلز. اوستيوكالسين از اولسو سينثيسايزد باي اوستيوبلاست اند اودونتوبلاست. الاودونتوبلاست في لها اسم ثاني، شو هو؟ هو السيمنتوبلاست، ذكرناه عند السيمنتوبلاست في محاضره فيديو دنتال ليجمنت. طيب الاوستيوكالسين بيتصنع عن طريق الاوستيوبلاست والسيمنتوبلاست او الاودونتوبلاست. برضه حفظ اكزوجينس بروتينز ذات سيركيليت the blood and become locked in bone such as cytokines and the growth factors have an important role in the life cycle of bone cells. عنده important role in life cycle, has an important role in the life cycle and of bone cells. عندك role in the life cycle of bone cells. Exogenous proteins يعني بروتينات خارجية جاية من the blood. بروتينات يعني اصلها مش الالبيولار بون، هي جايه من برا من البلد، من ذا سيركيوليتنج بلد، اند بيكم لوكد ان بون، ولما وصلت البون انحشرت في البون، صارت لوكد، صارت جزء لا يتجزا من البون. such as مثال عليهم هو السيتوكاينز الجروث فاكتورز and they are have an important role in the life cycle of bone cells. عندهم important role باللايف سايكل تبعت البون سيلز، اللي هم السيتوكاينز والجروث فاكتورز. growth يعني نمو، النمو له دخل باللايف. so it is have a role in the life cycle of bone cells. bone morphogenetic proteins which are type of growth factors are present in bone. there are 8 proteins in this family BMB1 to BMB8. BMB1 to BMB8. They are part of the transforming growth factor beta family apart from BMB1. BMB1 لا يعتبر من هاي العائلة، من TGF، من الـ من من الـ من الـ growth factors، لا يعتبر من هاي العائلة، ما بيعتبر من transforming growth factor beta family اللي هو BMB1. So bone morphogenetic proteins مقصود بروتينات خاصة بالعظم. مورفوجينيتيك شكلها متغير حسب الجينات، مورفو يعني شكل وجينيتيك يعني جينز، موجودات في البون اوريدي هي للبون يعني خاصه في البون مش من السيركيليتنج بلاد جاي. هم عباره عن 8 بروتينات في الفاميلي من بي ام بي 1 لغايه بي ام بي 8، وهم جزء من عائله ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا ما عدا بي ام بي 1 مش جزء من هاي العائله. So BMB1 BMB8 BMB1 لغاية BMB8 كلياتهم يعتبروا bone morphogenetic proteins that are presented in bone. بس من BMB2 لغاية BMB8 كل هذولا يعتبروا من the transforming growth factor beta. BMB1 not of them، بس هي واحدة من the bone morphogenetic proteins. BMB induce bone formation by influencing. شو هي the BMBs؟ the BMBs هاي شو وظيفتها؟
تعمل inducing in the bone formation من خلال influencing the movement, cell division and differentiation of stem and osteoprogenitor cells. إذن بتحفز تكون العظم من خلال تحفيز حركة انقسام الخلية و differentiation تبعت الستم and osteoprogenitor cells and differentiation of the stem and osteoprogenitor cells. بقدرش ساعدكم فيها بتكون تحفظوها برضو. طيب عندك السيلز خلايا في الالفيولار بون شو هم؟ اوستيوبلاست, اوستيوسايت, اوستيوكلاست, بون لايننج سيلز, اوستيوبروجينيتور سيلز. صفان 2. طب ما قبل شوي قاعدين نحكي اوستيونكتين, شو هذول الاوستيونكتين؟ هذول جلايكوبروتينز, الله يرضى عليكم, مش سيلز. جلايكوبروتينز هم الاوستيونكتين, حكينا تنتين نكتين, تنتين بونتين وثلاثه اوستيو. صح صح. طيب نيجي نراجع لكم كمان مره الالفيولار بون شو هو؟ هو عباره عن جزء من الجو بالعقل. ايوه هو من اسنانك, فهو اكيد جزء من الجو, محيط بالأسنان, so it protect and it is one of the supporting tissue, so it support. تمام تمام. طيب alveolar bone عنده chemical composition, chemical composition تبعته هي 60% minerals معادن, 25% هي organic compound, 15% هي water. تمام تمام. In organic composition اللي هم المينرالز عبارة عن calcium hydroxyapatite which are mainly carbonated hydroxyapatite, موجودات على شكل needle like crystallites or thin plates. تمام تمام. So they are mainly carbonated. ما في شيء نذكر معنا من الكالسيوم هيدروكسيابتايت بانهم mainly carbonated الا هون. تمام. And they are in the form of needle like crystallites or thin plates. Organic composition like the collagen which is mainly type 1 بشكل لي اغلب الorganic composition الموجود عندي, وفي عندي شويه بروتينات موجوده serum proteins, وفي عندي اسيدك جلايكوبروتينز, وفي عندي سمول بروتيوجلايكنز. دخلنا على الاورجانيك ماتريكس. الاورجانيك ماتريكس 90% منه هو كولاجين فيبريلز اللي هم مينلي تايب 1. بروتيوجلايكنز عندك في عندنا حكينا هم خلصنا من الكولاجين, هاي اول نقطه من هون خلصناها. جينا على ايش؟ البروتيوجلايكنز. خلصنا اول نقطه, نطينا اخر نقطه. Proteoglycans هي كوندرتين سلفيت وهيبرين سلفيت, جلايكوز امينو جلايكانز, مينلي ديكورين اند باي جلايكان. Proteoglycans عندهم دور في الريجوليتنج للكولاجين فيبريل على طول. السبب بانه انا نطيت من اول مكون لاخر مكون, بانه اخر مكون له علاقه في اول مكون, بانه ريجوليتنج كولاجين فيبريل دايميترز اند مي هاف رول ان مينراليزيشن. طيب الجلايكوبروتينز هي هون اسيديك جلايكوبروتينز, شو هم هذولا؟ ثلاثة اوستيو, تنتين نكتين وتنتين بونتين. طيب الاوستيو نكتين حكينا, وبعدين عرفنا شو وظيفة اوستيو نكتين وشو وظيفة الاوستيو كالسين, او مش شو وظيفة اوستيو كالسين, عرفنا بانه شو اللي بينتجه. الاوستيو كالسين بينتج من الاوستيوبلاست عند اودونتوبلاست. الاوستيو نكتين بيرتبط بالكالسيوم, thus is thought to be involved in mineralization. بيرتبط بالكالسيوم وله دور في المينرلايزيشن. حكينا كل ما نسمع كلمة كالسيوم نتذكر الكالسيوم هيدروكسي أباتايت. تمام. وبالتالي له دخل في المينرال, لأنه الكالسيوم هيدروكسي أباتايت هي جزء من الانأورجانيك which is a mineral composition. تمام. سو أوستيونكتين له دخل في الكالسيوم وبالتالي له دخل في المينرلايزيشن. بعدين حكينا عن البروتينز اللي هم سيرم بروتينز, هم نفسهم قصده هون اكزوجينس بروتينز اللي هم جيات من البلد, بصيروا جزء من البون, جيات من البلد عندك that circulate the blood and become locked in bone, صاروا جزء من البون. مثال عليهم السيتوكاينز والجروث فاكتورز. انه انا عم بحكي عن جروث فاكتورز معناته له دخل في اللايف, له دخل في اللايف سايكل. طيب في عندي بروتينات ثانيه اسمها بون مورفوجينيتك بروتينز, هم عباره عن ثمان, طبعا موجودات في البون, هذول الرئيسيات دائما موجودات في البون. هم عباره عن ثمان البروتينات من BMB1 لغاية BMB8, سبعة منهم من 2 لغاية 8 يعتبروا من عائلة Transforming Growth Factor Beta, ما عدا BMB1 لا يعتبر منهم. تمام؟ BMBs Induce Bone Formation, وظيفتهم بحفزوا لي Bone Formation من خلال Influencing للموفمنت للسيل ديفيجن والديفرنشيشن تبع الستم والأستيوبروجينيتور سيلز. الخلايا, بس ندخل على الخلايا. الخلايا عبارة عن Osteoblasts, osteocytes and osteoclasts, وبون لايننج سيلز واوستيوبروجينيتور سيلز. كم خليه عندي؟ 1 2 3 4 5. تمام تمام. في عندي 5 خلايا. نبدا باول وحده which is osteoblast. تذكروا بالاوستيوبلاست حكينا it is when it is active it is a cuboidal in cell, and when it is at rest when it is inactive it is
it is flat in shape. So cuboidal when it is active and flat when it is not active. الأستيوبلاست وظيفتها البلاست is a building cell. So it secretes the organic extracellular matrix of a new bone which is osteoid, هاتو بي histology 1, which rapidly undergoes mineralization to form bone. يعني هي بتفرز لي الأورجانيك extracellular matrix, تفرز لي الأورجانيك extracellular matrix of a new bone اللي احنا بنسميه osteoid. So the extracellular matrix of a new bone is called osteoid. So it secretes osteoid, which rapidly undergoes mineralization to form bone, بتشكل لي البون. Secretes osteoid هي blast, معناها خلايا بناءة. تمام, so secretes a new bone which is called osteoid, and the extracellular matrix تبع النيو بون بنسميه osteoid, والosteoid هاي is rapidly undergoes mineralization عشان يشكل لي البون. Osteocytes عبارة عن osteoblast retarded, become trapped in bone and lacunae. Osteoblast خلص تقاعدت بعد ما أفرزت الأستيوبلاست من مراحل تكون الألفيولار بون, بأنه هو عم تفرز حواليها الإكستراسيلولار ماتريكس, وهو عم بينفرز صار له مينراليزيشن على طول. طب بعد ما صار له مينراليزيشن, ما هي أفرزته حواليها, انحشرت بالنص. بعد ما انحشرت, انحشرت جوا لاكوني. هاي اللاكوني trapped in bone and lacunae, هاي اللاكوني سميناها أستيوسايت. تمام تمام. So الأستيوسايت هي a retarded osteoblast. الأستيوكلاست شو يعني كلمة كلاست؟ كلاست يعني degeneration, يعني خلايا محطنة. It's a multi-nuclear cells involved in bone remodeling. ليش bone remodeling؟ يعني إذا يعني بتعمل degeneration للبون القديم, بتخلي الأستيوبلاست ترجع تفرز للبون الجديد. So it is involved in remodeling. الأستيوكلاست عشان أسهل عليكم كلمة multi-nuclear, لما حكينا عن الخلايا اللي موجودة بالبيريودونتال ليجمنت اللي هي واحدة منهم الأستيوكلاست, حكينا it is a multi-nuclear. تمام تمام. Bone lining cells is a flat cells line bone during periods of inactivity. Bone lining cells من اسمها lining cells, so it line bone, وأكيد flat لأنها على سطح البون. So flat cells line bone during periods of inactivity, خلال ال inactivity. إذا هي هاي bone lining cells هي عبارة عن osteoblasts. The osteoblast حكينا it is cuboidal when it is active, but it is flat when it is non-active. طيب أول الأستيوبلاست إذا أفرزت, إذا كانت أكتف, راح تفرز حواليها ماتريكس, وبالتالي هذا الماتريكس راح يصير له ريمينراليزيشن. بعد ما يصير له ريمينراليزيشن راح تنحشر وتصير جوا لكوني جوا البون, بنسميها أستيو, وقتها بنسميها أستيوسايت. تمام تمام. بظل في خلايا أستيوبلاست نفسهم موجودات على السطح طول ما هم إن أكتف, بنسميهم بون لايننج سيلز. فلات سيلز ما هم إن أكتف أستيوبلاست معناها فلات سيلز, and line the bone. لما يصير في عملية remodeling, الأستيوكلاست بتشتغل بتحطم البون القديم, والأستيوبلاست اللي هم البون lining cells بيتحولوا لكيوبويدال, بصيروا active cells وبلشوا يشكلوا بون جديد. هاي هي عملية remodeling. الأستيوبروجينيتور cells هم stem cells, هم الخلايا الستيم القديمات beneath the osteoblast layer, موجودات تحت الأستيوبلاست layer. تمام. لما يصير في عنا نقص في خلايا الاستيوبلاست, مش هذول البون لايننج سيلز هم اخر استيوبلاست ضلوا, هذول خلص انحشروا, ار ريتايرد بيكامينج ريتايرد, انحشروا جوا لكوني في البون وسميناهم اوستيوسايت. ضل في عندي خلايا من الاستيوبلاست اتز بعدنا ما احتجناها, بعده ما صار في ريمودلينج, اسمهم بون لايننج سيلز ويتش ار ان اوستيوبلاست ات ريست فلات سيلز. صار في بون ريمودلينج, انحشروا, نعمل حواليهم مينراليزيشن, صاروا ريتاردد سيلز, صاروا اوستيوسايت. طب بدنا شيء يعوض مكانهم, هو الاوستيوبروجينيتور سيلز which are stem cells for the osteoblast. وين موجود؟ تحت الاوستيوبلاست لاير. اول ما اول ما يخلصوا البون لاينينج سيلز بيشكلوا لي اوستيوبلاست جديده, بتكون في حاله ان اكتف لهم البون لاينينج سيلز. تمام تمام. اوستيوبلاست فورميشن, هاي الرسمه بتشرح لي عن الاوستيوبلاست فورميشن. اول شيء في عندي هاي حفظ طبعا, اول شيء في عندي دكتور ما بيسال عنهم يعني, بس ممكن انه يجيكم سؤال. Multipotent mesenchymal stem cell bi and tripotent mesenchymal stem cells, committed osteoprogenitor cells, pre-osteoblast, osteoblast, osteocyte, osteoblast apoptosis. الفكرة بأنه أنا عندي stem cell, تمام, انقسمت أول انقسام, صار في عندي تنتين stem cell, mesenchymal stem cells, اندمجوا, صار اسمهم osteoprogenitor cells.
تمام، او مش اندمجوا يعني، هم كلياتهم تحولوا لاوستيوبوجينيتورز دامج تمام. بعدين تحول لبري اوستيوبلاست، بعد البري اوستيوبلاست صاروا اوستيوبلاست لوتش ار كيوبويدال تمام، هاي بون لايننج سيل هي نفسها اوستيوبلاست. بعدين تحول لشو، انحشروا جوا البون صار اسمهم اوستيوسايت. بس بدك تحفظ هذول المراحل الدكتور بيركز عليهم، اما الاشياء الثانيه مش مطلوبات في الاورال هيستولوجي يعني. طيب استراكشر، الاستراكشر تبع الالفيولار بون، الالفيولار بون بينقسم لووفن بون ولاميلار بون. الووفن بون عباره عن اماتشور بون وذ راندوم اورجانيزيشن اوف اتس كولاجين. كيف يعني ليش راندوم اورجانيزيشن؟ لانه اتس اماتشور، بعده ما صار ماتشور، بعده ما نظم حاله، بعده عم بيفرز لي في الماتريكس، عم بيعمل مينورمايزيشن، عم بيظبط في وضعه لساته مش جاهز، فاهمني؟ بعده في حاله عدم الاستقرار. سو اتس ا ووفن بون. ليش سموه ووفن؟ لانه شكله زي الووفن، زي القماشه كله داخل ببعضه وهيك معجق. بس اللاميلار بون كومبوزد اوف سكسيسيف لايرز، لاميلا سكسيسيف لايرز، لاير فوق لاير فوق لاير، عشان هيك سميناها لاميلا لاميلار. ات مي بي فورمد از ا سوليد ماس، ممكن يتكون كسوليد ماس which is a compact bone or disposed in an open sponge like manner cancella sponge، او disposed نتخلص منه ب open sponge like manner which are cancella sponge. اذا يا اما هو كسوليد ماس بتشكل is a compact بنسميه compact bone، او disposed in an open sponge like manner اللي هو بنسميها cancella sponge. so في انا عندي نوعين من اللاميلار بون which is a successive layers، اللي هو يا اما compact bone اللي هو solid mass كله متماسك ببعض وبعض، او spongy فياته شوية فراغات شكله زي الاسفنجة بنسميه cancella sponge. compact bone is a cortical bone and cancella sponge is a sponge bone. تمام، spongy bone. تمام، نيجي على الالفيولار بون structure which is a compact bone. The compact bone is made of parallel bone columns which are disposed parallel to the long axis of long bones in line of stress exerted on the bone. إذن شو يعني؟ The compact bone هو عبارة عن made of parallel bone، مصنوع من bone is parallel to each other. مش the compact bone هو جزء من lamellar bone. It is composed of successive layers. The successive layers هاي are parallel to each other. طلعات فوق بعض. So they are parallel to each other. بلفوا حوالين بعض. عم بلفوا حوالين بعض. So it is made of parallel bone columns. Columns. عمدان. Which are disposed parallel to the long axis of long bones. And they are disposed to the long axis of the long bones. يعني لو نيجي على عظام القدم يعني. بنلاقيه بأنه long bones يعني زي الفيمر. بنلاقيه بأنه it is parallel to the long axis in line of stress exerted on the bone. تمام، in the line of stress exerted on the bone. يعني it makes sense يعني. طلع الصورة بتفهم. هي parallel to each other. هي successive layers فوق بعض. They are parallel to each other. جيات parallel to the long axis. هذا البون زي كأنه طالع لفوق، طالع لعندك للشاشة. تمام. So it is parallel to the long axis. Which is in line of stress exerted. Columns are made of concentric bony layers, lamellae, arranged around a central channel with the blood vessels, lymphatics, and nerves, herbaceous canals. So, بحكي لك هذول الكولومنز، مش أنا هون حكينا of parallel bone columns which are disposed parallel. هون هذول الكولومنز مصنوعات من concentric bony layers, lamellae، هيهم فوق بعض جايات. تمام؟ Arranged around a central channel، هي في channel بالنص. The channel هاي فيها blood vessels، فيها lymphatics، فيها nerves. هذول channel بنسميهم herbaceous canals. إذا بيحتوي على blood vessels، على lymphatics و nerves. هذا بيجي سؤال دكتور بحكي لك بأنه herbaceous canals عبارة عن central channels موجودات في الكوليومنز اللي هم concentric body layers of lamellae. على إيش بيحتوي؟ بجيب أول خيار blood vessels، بجيب تاني خيار nerves، ثالث خيار lymphatics، بعدين بقول لك 1 2 3 أو all of the above، none of the above. بتحط أنت all of the above which is blood vessels، lymphatics and nerves. Herbaceous canals with their lamella form the herbaceous systems. Osteon. الأوستيون هذا هون، الأوستيون هيو هو عبارة عن herbaceous canal بالإضافة لمين؟ للconcentric layers، لللايرز كلياتهم اللي جايات فوق بعض، كله بنسميه أوستيون. So أوستيون عبارة عن herbaceous canal with their lamella form the herbaceous systems. وهذا بنسميه كمان herbaceous system. تمام؟ تمام. Neurovascular bundles interact with each other via Volkmann's canals
that pierce the columns at right angle or obliquely to Helvetian canal. مش عارف إذا هون في صورة هيا Volkmann's canal. شايفين هاي Volkmann's canal. تعالوا نشوف. بحكي لك neurovascular bundles. عبارة عن neurovascular bundles. في عندي أنا neurovascular bundles. شو يعني neurovascular؟ يعني neurons وvessels. Bundles متكتلات حوالين بعض interact with each other via Volkmann's canal يتوصلوا بين بعضهم البعض من خلال Volkmann's canal هاي Volkmann's canal هي عبارة عن كنال بتوصل ما بين الهيرفيسيان كنال وهيرفيسيان كنال ثانية Volkmann's canal عبارة عن كنال بتوصل ما بين الهيرفيسيان كنال هيرفيسيان كنال وهيرفيسيان كنال ثانية ليش؟ عشان يصير في عندي neurovascular bundle تمام That bears the columns at right angle or obliquely to Helvetian canals. Maybe osteocytes which are a retarded osteoblast cell. In their lacunae, موجودات في اللاكوني تبعهم. Interact with each other and with the central canal via cytoplasmic extensions. عندهم cytoplasmic processes أو cytoplasmic extensions. بنسميهم canaliculi بحيث بأنها إذا هاي اللاكوني osteoclasts which are inside the lacunae. اللاكوني هاي عندها cytoplasmic extensions ممتدة. زي الايدين والرجلين الطلعات منها تمام زي السيتوبلازميك بروسيسز تبعون الفايبروبلاست ممتده عشان تتواصل مع مين مع الكنالز مع السنترال كانال which is the herbicean canal هذا التواصل تبعها بنسميه كاناليكيولاي تمام كلها مصطلحات لغايه الان هاي كلياتها المفروض اصلا هاي المحاضره كلياتها زي كانكم ماخذينها في الاستولوجي 1 the outmost layer of compact bone gives way to dense cortical bone الطبقه الخارجيه آخر طبقة من الكومباكت بون بتعطيني dense cortical bone. It's a dense cortical bone. 100% dense cortical bone. احنا حكينا بانه الكومباكت بون is a cortical bone. حكيناها من الاول. So it is a dense cortical bone, yes. The outermost layer of compact gives way to dense cortical bone. Cortical bone له تعريف معين الدكتور حكيم. The cortical bone is an external part of compact bone. Which is more denser? It is the external part. It is the outermost part of the compact bone, and it is more denser. Then the outermost part of the compact bone, which is more denser, is called the cortical bone. تمام. The compact bone برضو هون عندك because of its position, compact bone acts as weight-bearing pillars. ما إنها dense, كثير dense وكتلة هيك حوالين بعضها وموجودة جوا long bones. Long bones زي الفيمر تبعت القدم. تبعت الركبة يعني كثير في ضغط عليها في كثير بريشر سو اتس اويت بيرنج بايلرز من تعريف الكومباكت بون اول ما بدينا حكينا بارلل عندك ويتش ار ديسبوزد بارلل تو ذا لونج اكسس اوف لونج بون كلمه لونج بون يعني العظام اللي بتتحمل ستريسز سو اتس اويت اكتنج از اويت بيرنج اريا اتس ميك سنس بيكوز ايش بيكوز اوف اتس بوزيشن حكى لك ان ذا لونج بون Compact bone is able to withstand high levels of mechanical stress. برضو نفس الإشي. Weight bearing pillars معناها it is able to withstand the high levels of mechanical stress. It makes sense يعني common. The innermost aspect of compact bone أكثر طبقة داخلية من ال compact bone the lamella merge with the trabeculae of cancellous spongy bone. إذا هاي هون. هذا كلياته كومباكت بون تمام متكون من عدة طبقات من لايرز هي هون جوا اخر طبقة بتوصلي مع مين مع سبونجي بون سو ذا انر موست اسبيكت اوف كومباكت بون دلاملي ميرج وذ ترابيكيولي اوف كانسيلس مرتبطة مع ترابيكيولي من الكانسيلس وحكينا الكانسيلس بون هو سيم له نفس الاسم له سبونجي بون تمام طيب الكانسيلس بون Cancellous spongy bone مصنوع من network of bone made of a network of bone trabeculae دائما كلمة trabeculae يعني أي إشي هيك جاي زي تعرجات زي هيك شغلات هيك داخلة هيك متخربطة شغلات هيك كبيرة ومتخربطة يعني مش دائرية مش مربعة مش مستطيلة لا إلها شكل هيك غريب بنسميه trabeculae زي المستطيل سميناه مستطيل لأنه مستطيل هون التربيكيولي سميناها التربيكيولي لأنه شكلها هيك معاق متخلف هيك شكلها أبصر كيف separated by interconnected spaces containing bone marrow so cancellous spongy bone is made of a network of bone trabeculae separated by interconnected spaces
هاي تروبيكيولي وهاي تروبيكيولي وهاي تروبيكيولي وهاي تروبيكيولي وهاي تروبيكيولي وهاي تروبيكيولي وهاي تروبيكيولي. شو السيبريشن بيناتهم؟ It is an interconnected ion متصلة ion متصلة ion متصلة ion متصلة كله متصل بعض بعض. Interconnected شو؟ Interconnected spaces containing bone marrow separated by interconnected spaces containing bone marrow. تمام تمام. Trabeculae are thin and composed of irregular bone lamellae. Thin وبتكون من irregular bone lamellae. No heversian canals. ما في عندي heversian canals موجودات في الكنسلات بون. And osteocytes get their nutrition via canaliculi. والosteocytes بياخذوا النيوتريشن تبعهم من خلال canaliculi connecting them to blood sinusoids in the marrow. مرتبطات في المرو. هناك الاوستيوسايتس كانوا مرتبطات بالهيرفيسيان كانال صح؟ هيا هون اوستيوسايتس and they're like interact with each other من خلال canaliculi via cytoplasmic. تمام؟ connecting with each other. So they take their nutrition. بس هون ما في عندي هيرفيسيان كانالز والاوستيوسايتس بياخذوا النيوتريشن تبعهم عن طريق الاتصال في البلاد ساينوسويتس الموجودات في البون مارو. تمام؟ لانه احنا حكينا بانه there is an interconnected spaces containing bone marrow. البون مارو جواته blood sinusoids. So هون بتاخذ النيوتريشن تبعها من البلاد ساينوسويتس الموجود جوا البون مارو. Spongy bone gives bone its flexibility due to the presence of a narrow spaces. إذن spongy bone بيعطي البون العظم flexibility تبعته. It's flexible تبعا للبريزنس للمارو spaces. المارو لأنه البون مارو is not mineralized مش قاسي مش عم بيكون قاسي. لهيك هو is flexible. Trabeculae are aligned along lines of stress. Trabeculae عندك متصلات أو منظمات حسب line of stress are aligned عندك along lines of stress so as to withstand forces applied to the bone while adding minimally to the mass. ليش aligned to the along lines of stress؟ عشان withstands forces. electron microscopy عندي صورة رقم واحد هاي خلينا نسميها وهي خلينا نسميها صورة رقم تحت الالكترون تحت الميكروسكوب شو بنشوفه تحت الالكترون مايكروسكوب شو بنشوف؟ An organic preparation. An organic يعني preparation مش organic. No organic. ما في عندي بس minerals. عبارة عن minerals. أنا هون عم بتفرج بس على minerals. So it is done by an organic preparations. Active bone deposition. Small calcified nodules within and around collagen fibrils. Small calcified nodules within and around collagen fibrils. ممكن هون انا الاحظ هي هون ممكن الاحظ احكي انه هدول كولاجين فيبرلز شكلهم زي الفايبرز لانه في عندي سمول نوديولز نوديولز صغيره حواليهم نوديولز 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 هدول النوديولز از اكتف بون ديبوزيشن البون عم بيتشكل سو سمول كالسيفايد نوديولز ويذن اند اراوند كولاجين فيبرلز شاربيز فايبرز شو يعني شاربيز فايبرز حكينا هم الفايبرز الدخلات جوا البون ابير از سمول دارك سيركولار ارياز هذا كله حفظ هذا الدكتور بيسال عنه Small calcified nodules within and around collagen fibrils. Sharpest fibers بيظهروا كsmall dark circular areas. The large ovoid areas represent lacunae. The ovoid areas الكبيرة بتمثل lacunae. Partially an organic preparation. Collagen fibrils parallel to the bone surface. It is a collagen fibrils. So أنا لما أعمل an organic preparation أنا عم بشكل collagen fibrils which are parallel to the bone surface. So هون اللي لازم تعرفه بانه it is an organic preparation رقم واحد اللي هو an organic preparation بيكون في عندي active bone deposition بيظهر على شكل small calcified nodules موجودات على وحوالين الكولاجين fibrils لك تعرف بانه بيكون في عندي large ovoid areas represent lacunae هذول large ovoid areas اللي شكلهم زي الovoid representing lacunae والsharp fiber عبارة عن small dark circular areas لما يكون في عندي partial and organic preparation يعني في شوية organic الكولاجين fibrils are parallel to the bone surface منشوف الكولاجين fibril parallel to the bone surface لما يكون في عندي bone resorption يعني أنا شايل البون resorption بشوف how shapes lacunae تمام which are longer snail track resorption lacunae هاي longer snail track resorption lacunae هنا collagen fibrils parallel to the bone surface هذا هو partially unorganic هي collagen fibrils مبينات parallel to the bone surface هنا unorganic preparation ما فيش شيء
هون مبين بانه في عندي نوديولز كثيره، متكثر النوديولز عباره عن ايش؟ عباره عن كالسيفايد نوديولز ويذن اند اراوند كولاجين فيبرلز. في عندي هون نقط سودا، سودا كثير، في نقط سودا، دول عباره عن شاربيز فايبرز اللي هم سيركولر اريا، تمام. ولارج اوفويد ارياز، اللارج اوفويد ارياز الكبيره زي هاي او زي هاي او زي هاي عباره عن لكوني، تمام تمام. هنا ال partially unorganic ببين فيهم الكولاجين فيبرلز parallel to the bone surface. ال bone resorption ال howships لكوني ببين زي كأنه longer snail track resorption لكوني، أي زي السنيل تراك. resting bone ببين زي كأنه projections، عندك هون في projection، هون projection، 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 في projections. marking the sites of extrinsic mineralized sharpest fibers. So it is a sharpest fibers. هذول البروجيكشنز عبارة عن sharpest fibers separated by areas with intrinsic mineralized collagen. والareas اللي بيناتهم عبارة عن intrinsic mineralized collagen. احفظ احفظ احفظوا الصور واربطوها فيك أول كلمة تصير تعرف وابصم بأنه هاي بروجيكشن في مخك هي عبارة عن إيش؟ sites of extrinsic mineralized sharpest fibers. sharpest fibers أصلا extrinsic. So it is a sharpest fibers. والمناطق اللي بين هاي البروجيكشنز عبارة عن intrinsic mineralized collagen. حيث إذا أجدك سؤال عن resting bone تتذكر هاي الصورة على طول وتعرف شو عن إيش هو عم بيسأله. تتذكر إنه بس أنت عليك بإنه بتعرف من resting bone الصورة اللي فيها projections اللي هم sharpest fibers واللي حواليها هم intrinsic mineralized collagen، هو عبارة عن collagen، تمام. وهنا نفس الشيء احفظ الصوره واربطها بالبون ريزوربشن. لما يسالك عن البون ريزوربشن احفظ بانه لونجر سنيل تراك، بين زي سنيل تراك وكلياته زي الهاوشيبس لاكوني، تمام. نفس الشيء هون لما يحكي لك بارشيان اورجانيك تذكر هذول انه الكولاجين فيبرلز ار بارلل، تذكر انه صوره الكولاجين. هون نفس الشيء لما يحكي لك عن اورجانيك تذكر صوره كلياتها نوديولز، كلياتها نقط، هاي الصوره لون كلياتها نقط. النقط الصغيره هي عباره عن شو؟ عن active bone deposition. النقط اللي شوي كبيرة circular هي عبارة عن sharpest fibers. النقط اللي avoid in shape هم عبارة عن لكوني، عبارة عن لكوني. زي هيك لازم تربط الصورة مع أول كلمة unorganic واحفظ، بيتسهل عليك يعني. radiographic appearance، تحت الراديوغراف لما نصور راديوغراف كيف بتبين الالفيولار بون؟ outer and inner parallel alveolar plate. outer شو هون المقصد بالاوتر؟ outer يعني labial يعني facial. it is a facial away from tooth and periodontal ligament، بعيد عن ال عن ال periodontal ligament والسن. and inner معناها internal close to the tooth and periodontal ligament parallel alveolar plates. شو انا عندي سطحين، يا اما outer سطح خارجي outer، يا إما بعيد عن التوث والبيريودونتال ليجمنت، أو سطح داخلي إنر اللي هو إنر بارلل ألفيولار بليت تسميناه، يا إما إنر بارلل ألفيولار بليت يا إما أوتر سيرفس. So radiographic appearance بيبين زي كأنه عندي سطحين أوتر and إنر، أوتر and إنر، تمام تمام. إنر بارلل ألفيولار بليت. Sockets are separated by interdental septa. Sockets are separated by interdental septa. تمام تمام. Roots are separated by interradicular septa. هنا interdental، هنا interradicular. Sockets means where the tooth موجود، مكان ما السن موجود. Roots بينفصلوا من خلال interradicular septa. Fundus هي socket floor. Socket floor هي عبارة عن fundus. Cribriform plate bundle bone. Cribriform plate bundle bone. Cribriform plate يعني the inner the closest to the periodontal ligament. أقرب سطح للبيريودونتال ليجمنت هو اسمه cribriform plate. يتكون من bundle bone شكله زي متكتل. Fundus هو عبارة عن socket of the floor. So أنا عندي fundus which is the socket floor. في عندي السطح القريب من البيريودونتال ليجمنت is a cribriform plate and it's a bundle bone. في عندي السطح البعيد عن التوث والبيريودونتال ليجمنت زي هذا اللي هو اللينجوال بنسميه شو؟ outer surface. في عندي السطح القريب من البيريودونتال ليجمنت والتوث بنسميه ايش؟ inner parallel alveolar plates. cribriform plate. طيب
ايوه inner barrel alveolar plates it is نفسه ال cribriform plate which is السطح القريب من ال periodontal ligament. طيب السوكيتس are separated يعني انا هون عندي سن وجنبه سن تاني, كيف هذا السن مفصول عن السن التاني؟ مفصول من خلال interdental septa. interdental يعني ما بين two dental, من اسمها dental معناها ما بين السنين ما بين الاسنان, so it is an interdental septa. بينما الروتس كيف سيبريتد, عندي المولر عنده تو روتس, كيف بده كيف مفصولات عن بعض عن طريق الالفيولار بون؟ من خلال إشي اسمه انتر راديكولار سيبتا. الروت معناها راديكولار, السوكيت معناها ايش؟ دنتال, بين سنين. السوكيت معناها بين سنين, بينما الروت معناها بين روتين. ان راديوغرافس تن وايت لاين تلامينا ديورا, في الراديوغراف في خط ابيض ببين اسمه لامينا ديورا. هيو الخط الابيض هذا اللي هون لهون جنب البيريودونتال ليجمنت بالصبط, هذا اسمه لامينا ديورا. تمام هذا حفظ مهم يعني, بسألوكم عنه السنة الجاية. كمان الكريبريفورم بليت which is the inner surface of the اقرب سطح للالبيولار بون القريب من البيريودونتال ليجمنت, برضه سميناه inner barrel alveolar plate, هو 0.1 لغاية 0.5 millimeter in thickness. مش مهم هذا مش مهم لا تحفظه. external alveolar plates 1.5 to 3 millimeter in thickness, برضو مش مهم سيبوكم منه. variable around anterior teeth والthickness is variable around anterior teeth. bone remodeling during childhood bone deposition exceeds resorption في childhood وفي old age, أي أول شيء during childhood بعدين in old age تمام وبعدين في adult life. طيب during childhood إحنا صغار bone deposition عم بتشكل, أنا بدي أنمو تمام, so bone deposition exceeds resorption. Equilibrium between bone deposition and resorption في الأدولتس لايف لما تصير بعمر العشرين أو 25 بتوقف نموك, بتبطل تنمو يعني ما في bone deposition, so it is an equilibrium between deposition and resorption. resorption يعني بوكل قاعد من العظم بيقصر في العظم بينما deposition عم بيكون في العظم, تمام هذا معنى deposition and resorption. لما تكبر بصير في عندي تتفجأ شوي شوي تلاقي حالك عم تكسر, جدك عم بيكسر الاخلاق. so in old age bone resorption exceeds bone deposition. هذول الثلاث جمل make sense يعني. osteoporosis معناها هشاشة في العظام. osteoporosis يعني there is exceeding in the resorption أكثر من deposition. في old age بصير في عندي osteoporosis تمام, أيوه bone with osteoporosis, resorption أكثر من deposition, هشاشة عظام. Bone resorption factors affect mainly osteoblasts. تمام؟ كيف؟ تعال نشوف كيف. The osteoblasts could stimulate the production of osteoclasts by the release of cytokines and the growth factors. لازم تعرف إنه الأوستيوكلاست must receive, osteoclast يعني الخلايا الهدامة والأوستيوبلاست يعني الخلايا البناءة. بحكي لك بإنه الresorption, bone resorption factors affect mainly osteoblasts. بتأثر بشكل رئيسي على الأوستيوبلاست. كيف؟ الاوستيوبلاست لازم, عفوا الاوستيوبلاست لازم يوصلها سيجنال, لازم توصلها اشاره من الاوستيوبلاست اللي هي الريسبونسبل عن الريزوربشن عشان يصير في بون ريموديلنج عشان يرجع يتشكل البون. فالاوستيوبلاست بتبعت الاوستيوكلاست تحكي له يلا بلشي ريزوربشن لانه انا زهقت بدي اشتغل. تمام اوستيوبلاست كود برودوس انزيمز, اذا من خلال ريليزنج سايتوكاينز اند جروث فاكتورز هي بتعمل لي ستيميوليشن للبرودكشن تبع الاوستيوكلاست. بعدين من خلال افراز انزيمات هاي الانزيمات بتعمل لي ديجريديشن للاوستيويد thus exposing bone, وبالتالي بتخلي البون معرض للاوستيوكلاست to work on. تمام so osteoblast اول شيء بتعمل عندها طريقه بتحفز the production of osteoclast من خلال افراز cytokines growth factors. ثاني شيء ايش بتسوي؟ بتفرز انزيمات عشان تعمل ديجريديشن للاوستيويد وبالتالي exposing bone for osteoclast to work on. Bone remodeling reversal lines and marks the change in bone activity. شو يعني reversal lines؟ reversal lines يعني صار في عندي مثلا bone fracture بعدين صار في عندي bone remodeling, اشتغلت الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست كونوا البون, خط بفصل ما بين البون القديم والبون الجديد, هذا اسمه reversal line. constant remodeling to adapt to pressure, في عندي constant remodeling to adapt to pressure يعني الريموديلينج بيكون بشكل ثابت بشكل متوازي كل فتره وفتره
عشان يضل في عندي ادابتنج للبريشر للبريشر اللي عم بيصير على العظم. سبونجي بون ريموديلز 25% اوف اتس ماس افري يير. سبونجي بون دائما بضل يرجع يعمل ريموديلنج ل 25% من الماس تبعته. الكومباكت بون برضه بضل يعمل ريموديلنج للماس تبعته 3%. اذا مين اكثر؟ سبونجي بون. احفظوا البرسنتس مهمين هون. طيب هم بحكي لك إندوستيال ساينس، هيماتوبيوتيك ستيم سيل، أوستيوسايتس، أوستيوكلاست، بري أوستيوكلاست، بعدين في عندي مونوسايت، في عندي بري أوستيوبلاست، ميزينكايمال ستيم سيل، أولد بون، سيمنت لاين، نيو بون، أوستيويد، بون لايننج سيلز. هذا كله حفظ، لازم تحفظه، هاي رسمة كثير منيح، خاصة هذول المراحل يعني ريزوربشن، ريفيرسل، فورميشن، ميناليزيشن. Sharpies fibers. Sharpies fibers is an extrinsic fibers. Fibers جايات من برا ودخلات وين؟ جوا البون. أول ما دخلوا جوا البون صار يسمهم Sharpies fibers. شرحنا عنهم قبل. They enter the bone perpendicular to the surface. يعني البون عمودي، هم بروحوا بدخلوا perpendicular لإله at right angle. Less numerous but thicker than those in cementum. عندك they are less numerous but thicker than those in cementum. تذكروا لما حكينا عن periodontal ligament حكينا they are more numerous عند سطح السيمنتم but are thinner. هنا وحكينا انه من جهه البون من سطح البون they are thicker and less numerous. Two main appearances under scanning electron microscope which is anorganic. تحت الان اورجانيك حكينا شو ببينوا، تذكروا الرسمه اللي هي كلياتها خطوط اللي كلياتها عفوا نقط، هاي حكينا بانه الشاربيز فايبر are circular areas small dark circular areas. So تحت الان اورجانيك في عندهم two appearances للشاربيز فايبرز. Fibers remain unmineralized. في عندهم two main appearances. Fibers remain unmineralized at their centers resulting in hollow centers. الفايبرز بضلهم unmineralized ما بيصير لهم mineralization من تحت السنترز resulting in hollow centers. So center تبعهم بيكون is hollow. Fully mineralized project beyond bone surface as small calcified prominences. أيوه. ثاني شكل للشاربيز فايبر ذكرناه اللي هو عند ال resting bone. أيوه. As a projection is a sharpies fiber. سو حكى لك ايش؟ في له تو appearances، واحد بانه الفايبرز unmineralized so resulting in hollow centers. hollow centers عشان هيك بينوا كسمول دارك سيركلر areas لانهم على شكل hollow، بينما بينوا على شكل projections لما ايش؟ لما كانوا mineralized. تمام. ايوه هنا صوره للشاربيز فايبرز، هنا نفس الشيء، هنا are hollow بينما هنا are projections طلعت. ترانس الفيولار فايبرز، هذا شكل الترانس الفيولار فايبرز. شو يعني ترانس الفيولار فايبرز؟ are a special type of sharpies fibers that cross the whole thickness of the alveolar bone. cross the whole thickness of the alveolar bone. إذن ترانس الفيولار فايبرز is a special type of sharpies fibers that cross the whole thickness of the alveolar bone. alveolar bone clinical considerations about the alveolar bone: periodontitis, loss of periodontal ligament and alveolar bone could lead to tooth loss. كيف يعني؟ لما يصير في عندي periodontitis which is an inflammation in the periodontal ligament بصير في عندي هجوم من خلايا الانفلاماتوري سيلز يعني والاميون سيلز، ببلش في عندي خساره في البيريودونتال ليجمنت، ببلش في عم بموت الاشياء الموجوده في البيريودونتال ليجمنت، بعدين بتبلش تتحفز الاوستيوكلاست، بعد ما تتحفز الاوستيوكلاست ببلش في عندي ريزوربشن في البون وبالتالي خساره في البون، وهذا كلياته ممكن يؤدي لي في الاخر بانه السن يوقع او مع السلامه يعني كود ليد تو توث لوس. بيريودونتال سيرجري، الحل من خلال البيريودونتال سيرجري او اورثودونيك لودنج. اورثودونيك لودنج كمان بياثر على البيريودونتال ليجمنت، اذا صار في عندي اورثودونيك لودنج كبير ممكن يكسر السن او يطلعوا من مكانه او بياثر على البيريودونتال ليجمنت بشكل كبير، فلازم يكون الدكتور الاورثو، اورثو يعني تقويم، لازم يكون دكتور الأورثو بسيط في شغله وفهمان. bone atrophy with decreased functional loads. bone atrophy بيحكي لك with decreased functional loads يعني ممكن يصير في عندي ضمور في العظم نتيجة لعدم استخدام الجهة، بضل يوكل على الجهة الشمال أكثر من جهة اليمين، ما بستخدم جهته اليمين، so راح يصير في عنده bone atrophy. healing of extraction sockets، بعد ما تخلع سن معين بصير في عندي healing extraction sockets. I think إنه في صور هسه بنحكي عنه. osteopetrosis. osteopetrosis هو تكون العظم بشكل كثيف، يعني تكون العظم أكثر من المتوقع، formation كبير للعظم. osteoporosis هو هشاشة في العظم
عم بيوكل. So osteopetrosis, the osteoblast active more than the osteoclast. The deposition is more than the resorption. بينما osteoporosis, the resorption is more than the deposition. Implants, الزراعات. يصير في توسع في الالبيولار بون، بياخذ شكله، بياخذ موضعه، بلف حواليه، لخلخ. الهيلينج سوكيت، اي اول شيء كان هيلينج اوف اكستراكشن سوكيتس، اول ما يطلع السن مكانه بيكون زي هيك، ببلش في عندي بلاد كلوتينج، بيتسكر الحفر كلها، بعدين ببلش العظم شوي شوي يلم مع بعضه، ببلش يسكر على بعضه لغايه ما تسكر الهولو كلياتها، لغايه ما تسكر السوكيت كلها. هيك خلصنا. هذا مثال على الاوستيوبتروسيس اللي هو ديبوزيشن اكثر من الريزوربشن. هذا مثال على الاوستيوبوروسيس which is هشاشه العظام. خلصنا. يعطيكم العافيه وشكرا لاستماعكم وموفقين ان شاء الله، ونراكم في المره القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.